أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل التفاصيل إليكم أبرز عناوينها: تواصل استدعاء نشطاء من المجتمع المدني أمام القضاء، تشكيل جبهة نقابية لمواجهة ما تسميه الممارسات المتغطرسة للنظام الجزائري، فيدراليات قطاع البلديات تعود لإضرابها الدوري هذا الأسبوع، وندرة المستلزمات الطبية تتعمق والعمليات الجراحية مؤجلة إلى إشعار آخر. أبو بكر بن بوزيد يخرج آلاف التلاميذ شراء للسلم الاجتماعي، وتساؤلات عن قيمة الشهادات. وملف السكن يلهب الشارع بمدن الأغواط. دشن النظام الجزائري في بحر هذا الأسبوع حملة ملاحقات قضائية هستيرية ضد نشطاء المجتمع المدني من نقابيين وحقوقيين، حيث مثل اليوم كل من ياسين زايد وعثمان عمر وعبد بن جودي والأخضر بوزيني أمام محكمة باب الواد بالعاصمة، وهذا للإجابة على تهمة التجمهر التي ألصقتها بهم النيابة العامة على خلفية مساندتهم للناشط الحقوقي عبد القادر خربة خلال محاكمته الأخيرة وتضامنهم مع أمناء الضبط المضربين عن الطعام. كما تلقى السيد عبان مزيان عضو الشبكة من أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية اليوم استدعاء من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة لبويرة للإجابة على جملة من الاتهامات المتعلقة بنشاطه النضالي، بالإضافة إلى السيد رشيد عركات النقابي المستقل الذي مثله هو الآخر أمام فرقة تابعة للدرك الجزائري بمدينة القليعة. وقد أعادت حملة الملاحقات المتواصلة التي يتعرض لها هذه الأيام العديد من نشطاء ومناضلي المجتمع المدني لأذهان الجزائريين جو الترهيب الذي مارسه النظام الجزائري خلال التسعينيات عبر الاعتقالات التعسفية التي اختفى على إثرها أكثر من 20,000 مواطن، بالإضافة إلى المحاكم الخاصة التي أصدرت حينها وخلال سنة فقط ما يزيد عن 6,000 حكما بالإعدام في حق الجزائريين بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية. ومن جهتها نددت حركة رشاد إضافة إلى العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية، نددت في بيان لها صدر أمس بهذه الحملة الرامية إلى إسكات كل القوى المطالبة بالحريات وبالتغيير السلمي والديمقراطي في الجزائر. هذا نص. يمثل اليوم الثلاثاء 19 جوان 2012 أمام محكمة باب الواد بالجزائر العاصمة عدد من النشطاء الحقوقيين والنقابيين بتهمة التحريض على التجمهر بعد سعيهم لحشد التأييد للمطالبة بإطلاق سراح نقابي آخر هو عبد القادر خربة الذي كان قد اعتقل لتضامنه مع كتاب الضبط المضربين عن الطعام. ويشمل هذا الإجراء القمعي كل من السادة ياسين زايد الناشط الحقوقي والنقابي، عبد بن جودي ناشط في حركة الشباب المستقل من أجل التغيير، عثمان عوامر مناضل ضمن شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة، الأخضر بوزيني مناضل من النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي سناباب. كما طالت تحرشات النظام كل من السادة عبان مزيان عضو شبكة المدافعين عن الحرية والديمقراطية والسيد رشيد عركات النقابي المستقل، حيث استدعي الأول يوم غد إلى جلسة استماع على الساعة 9 صباحا من طرف قاضي تحقيق محكمة البليدة، والثاني سيمثل غدا أمام قسم الدرك الوطني بالقليعة. تأتي هذه المحاكمات في سياق من المضايقات المستمرة التي يتعرض لها النشطاء النقابيون والحقوقيون والسياسيون في الجزائر، حيث سبق وأن تعرض المناضل ياسين زايد لسلسلة من الاستدعاءات البوليسية بسبب مشاركته في تأسيس نقابات مستقلة، كما تعرض للتوقيف الحقوقي عبد القادر خربة لتضامنه مع المضربين، في حين يواجه الناشط الشاب طارق معمري عقوبة السجن ل3 سنوات لدعوته بطريقة سلمية إلى مقاطعة تشريعيات 10 مايو الماضي. أما السيد عبد الله بن نعوم عضو المجلس الوطني لحركة رشاد وأحد منسقي أرضية التغيير الجذري والديمقراطي في الجزائر، فقد دخل إضرابه عن الطعام يومه 14 إثر صدور حكم سياسي في حقه قضى بحبسه ل6 أشهر نافذة بتهمة مفبركة تدعي قيامه بمحاولة تصوير جلسة محاكمة لنشطاء آخرين في غليزان. ومن جهته يتعرض الشيخ علي بالحاج إلى التوقيف والتعنيف بصفة منتظمة بسبب تعبيره عن آرائه حول الشأن العام في البلاد. وكثيرون آخرون يمارس عليهم كل أنواع القمع والضغط والإكراه. إن حركة رشاد تعتبر أن القضاء لم يكن يوما نزيها في الجزائر، لكنه تحول بعد انقلاب 11 جانفي
1992 إلى أداة قمع وترهيب في يد نظام قاتل ومفسد ومستبد يسخره بلا هوادة ضد كل من يخالفه الرأي والتوجه. إن حركة رشاد إذ تندد بشدة بهذا الترهيب الممنهج والمتواصل فهي تؤكد أنها قطعت على نفسها عهدا أن لا تألو جهدا في الوقوف بقوة وبلا استثناء مع كل المدافعين عن حق الشعب الجزائري في الحرية والعدالة والكرامة، وتسعى مع كل الشرفاء لقيام دولة راشدة وخادمة للمجتمع الجزائري دون إقصاء. انتهى نص البيان عن أمانة حركة رشاد. شكلت يوم أمس 8 نقابات من قطاعي الصحة والتربية تكتلا موحدا يضم كل التنظيمات النقابية في قطاع الوظيف العمومي، وهذا استعدادا لمرحلة جديدة من الصراع الذي تبدو أفاقه عصيبة مع النظام الجزائري الذي أصبح في المدة الأخيرة لا يتعاطى مع هذه النقابات سوى بلغة القمع المباشر. وقد جاء الإعلان عن هذا التكتل خلال أشغال المؤتمر 6 للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، حيث اتفق كل المشاركين خلاله على أنه قد أصبح من الضروري تشكيل جبهة نقابية موحدة للتصدي لمحاولات التضييق على العمل النقابي في الجزائر الذي يراه هؤلاء في خطر. وأعلن المشاركون عن دعمهم المطلق لاحتجاجات مهني الصحة وللنقابي خالد كداد، محذرين من وجود مخطط ممنهج يهدف من ورائه النظام الجزائري إلى تكسير التنظيمات النقابية التي تحظى بقواعد نضالية واسعة. تواصل فيدرالية قطاع البلديات ضغطها على وزارتي الداخلية والعمل عبر إضرابها الدوري لثلاثة أيام في كل أسبوعين حتى تنتزع المطالب المهنية والاجتماعية التي يتمسك بها 500,000 من عمال البلديات على المستوى الوطني، حيث من المنتظر أن يتوقف العمل بمصالح البلديات نهاية الشهر الجاري في كامل التراب الوطني، وهذا حتى تستجيب وزارة الداخلية والعمل للائحة المطلبية التي يرفعها العمال والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات ومراجعة القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة. وقد استنكرت فيدرالية قطاع البلديات في حديث لرئيسها السيد أيد خليفة عز الدين بشدة التهديدات والعقوبات الانتقامية التي لجأ إليها رؤساء البلديات والدوائر في حق العديد من المشاركين في هذه الإضرابات الدورية، معتبرا بأن هذه الإجراءات تمثل مساسا بالعمل النقابي المكفول قانونا حسب رئيس هذه الفيدرالية التي من المنتظر أن تعقد مؤتمرها 5 بداية شهر جويلية القادم، هذا إذا رخصت لعقده وزارة دحو القابلية. رهنت ندرة المستلزمات الطبية التي تضرب المستشفيات الجزائرية مصير آلاف المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية كان من المقرر خضوعهم لها خلال هذا الصيف. وقد اضطرت معظم مصالح الجراحة عبر الوطن إلى تأجيل العمليات الجراحية لعدم توفرها على المستلزمات الطبية التي كان من المفترض أن تقوم بشرائها وزارة الصحة بعد ما قامت من أجل ذلك باقتطاع نصف ميزانيات هذه المستشفيات، لتدخل بذلك غرف العمليات مرغمة في عطلة صيفية. وقد أكدت بعض المصادر أن من بين أبرز المصالح التي قد مستها هذه الندرة مصلحة جراحة العيون خاصة عمليات زرع القرنيات، بالإضافة إلى مصالح الجراحة العامة التي توقفت بها عمليات استئصال المرارة من المرضى إلى إشعار آخر. وصف السيد مسعود عمراوي الناطق الإعلامي بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وضعية التعليم في الطور الابتدائي في الجزائر بالكارثية بسبب اختلالات المناهج الدراسية التي تعتمدها وزارة بن بوزيد. وقد أرجع سبب عجز التلاميذ على تلقي أبجديات القراءة والكتابة يعود إلى قوانين الانتقال من السنة الأولى للثانية ابتدائي التي أصبحت مضمونة لكل المتمدرسين، وهذا مهما كان مستوى تحصيل التلميذ. وقد كشف المتحدث بأن نتائج امتحانات شهادة التعليم الابتدائي تظهر واقعا غير مشرف للمنظومة التربوية الجزائرية التي أضحت تخرج سنويا ما يعادل 140,000 تلميذ من مجموع تلاميذ الطور الابتدائي المقدر ب 3.5 مليون تلميذ ينهون كما قال تعليمهم الأولي كما بدأوه أميون لا يجيدون القراءة ولا الكتابة. أقدم أول يوم أمس العشرات من سكان مدينة حسرمل بولاية الأغواط
على غلق الطريق الرئيسي المؤدي لمقر البلدية بالحجارة والمتاريس، احتجاجا على تماطل المسؤولين المحليين في نشر قوائم المستفيدين من السكنات التي وعد والي الولاية بتوزيعها خلال شهر جوان الحالي على أكثر من 1000 مواطن من سكان الأكواخ والقصدير المنتشرة في عاصمة الغاز. ويأتي احتجاج سكان حاسي الرمل هذا بعد مرور 72 ساعة فقط على احتجاج آخر كان قد قام به سكان بلدية حاسي الدلاع المجاورة، والتي اقتحم فيها عدد من المواطنين مقر البلدية واعتصموا بداخله على خلفية عملية توزيع 20 سكنا اجتماعي وزعها المسؤولون على الحاشية وذوي القربى كما يقول المحتجون. وفي سياق انتفاضة المواطنين في عدد من مدن الأغواط، أقدم المسؤولون في هذه الأخيرة على تعزيز ترسانة وحدات القمع التي انتشرت بكثافة في المنطقة. ونذكر في الأخير بمرور 23 يوما على اعتقال السيد عبد الله بن نعوم عضو المجلس الوطني لحركة رشاد الذي يدخل إضرابه عن طعام يومه 15، كما تمر اليوم 156 يوما على اعتقال الدكتور مراد دهينة عضو أمانة رشاد. انتهت نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.